نجت كيفاش دعافت؟ رحلة طويلة عام ونص دابا وأنا في حرب مع الوزن ديالي. أولا بديتها بليبو، والليبو هي عملية شفط دهون لأنه كانت فيها لاغريس بزاف. غير بغيت نقول واحد الحاجة صغيرة، أنه أنا عارفة غيبداو التعليقات خايبين دابا، أنا ما درتش أنا هادشي باش نزيان ولا باش سي سورتو بور صحة، باسكو واحد لا بيريود وليت كنبدا المجهود باش نتحرك، وليت كنبدا غير طلعت في الدروج كنسخف حيت كانت فيها 95 كيلو، دونك كان خصني ضروري ولات فيها ولا عندي الديابيت، كنت مهدده بالسكر بالكوليسترول. دونك نصيحه للعيالات اللي كيشوفوني، للام ولاتي اللي كتشوفني، انه نردوا بالنا اشنو تناكلوا ونردوا بالنا الوزن ديالنا حيت من بعد كتاثر الصحه ديالنا. دونك كيما قلت لك درت لا ليبو، ومن بعد تبعت بالريجيم وبالرياضه. الحمد لله دابا نقصت واحد 27 كيلو ولا فيغيتي زعما ما عمري كنت كتخيل انه ملي غينقص الوزن ديالي الحياه ديالك كتبدل، يعني كلشي كيتبدل، كتبدا باغي تخرج وباغي دير الرياضه وباغي ما كتبقاش فيك العجز، فهمتي؟ دونك الحياه ديالك فريمون كتبدل. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.